اليوم موضوعنا بشو صار موضوع جدا جميل. ارتفعت نسبة الزواج بين الأتراك والسوريين لا سيما في الولايات الحدودية، لتحتل الفتاة السورية المرتبة الأولى بين الزوجات الأجنبيات، فيما احتل الشباب السوريين أو السوريون المرتبة الثانية بين الأزواج الأجانب. كيف يمكن النظر إلى هذه الزيجات؟ هل تعتبر من العوامل المبشرة باندماج السوريين داخل المجتمع التركي؟ خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نناقش الموضوع. تعود المصاهرة بين الأتراك والسوريين إلى ما قبل الثورة السورية، خصوصاً لمن لديه أصول تركية، حيث غدت دافعاً لتعزيز الترابط من جديد مع جذر العائلة. لكن نسب المصاهرة ستشهد ارتفاعاً كبيراً إثر لجوء أعداد كبيرة من السوريين إلى تركيا، حيث وجدوا فيها وسيلة قد تكون الأكثر نفعاً للاندماج في المجتمعات المضيفة لهم. مؤسسة الإحصاء التركية كشفت أواخر العام الماضي عن ميول الرجال الأتراك إلى الزواج من نساء أجنبيات، والسوريات كن في المقدمة. فبحسب المؤسسة ذاتها، فإن نحو 6500 فتاة سورية تزوجن من أتراك، فيما ارتبط 377 شاباً سورياً بنساء تركيات. ليس الاندماج فقط هو العامل الوحيد الذي ساهم في ذلك، فهي تستند أيضاً بشكل كبير إلى التشابه الثقافي والديني وتقارب العادات والتقاليد الاجتماعية، والتي يعتبرها البعض شروطاً أساسية لاختيار أي شريك لحياته. من منظور اجتماعي، فإن ظاهرة زواج بين السوريين والأتراك والعكس ستزيد علاقة القرابة بين المجتمعين، وستخلق مفاهيم جديدة في المجتمع التركي والسوري، قائمة على مبادئ الاحترام والتعايش وتقبل الآخر بشكل قوي. استطاع القلب والحب التغلب على عوائق اللغة ومعاناة اللجوء، فنجاحات تجربة الزواج التركية السورية تبشر بولادة ثقافة جديدة وبجسر آخر للتواصل بين السوريين والأتراك، بعيداً عن عالم السياسة وتقلباته. للحديث أكثر حول هذا الموضوع رح يكون معنا عبر السكايب من اسطنبول الباحث الاجتماعي صفوان موشلي، ومن مرسين سوزان أويناك، سورية متزوجة من تركي، ومن غازي عنتاب التركية علي حريرو، شاب سوري متزوج من فتاة تركية. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا. أهلا بكم جميعا. قبل ما نبدأ نقاشنا مع ضيوفنا، خلينا نذكر مشاهدينا بالحالة اللي حطيناها على الفيسبوك تحت عنوان السوريات يحتلن المرتبة الأولى في زواج الأتراك من الأجنبيات، حكاية اندماج. ريت تحطونا أي فكرة بتخطر ببالكم أو أي تجربة شفتوها لحتى تغني حلقتنا. رح أبدأ معك أستاذ صفوان، مساء الخير عن جديد. مرحبا، أهلا وسهلا. هل برأيك زواج الشاب أو الشابة السورية من أتراك يعد أفضل من الزواج بجنسيات خلينا نقول مثلا أوروبية، وذلك بحكم العادات أو قرب العادات والتقاليد؟ كمجتمع اوكي، يعني هيك منقول باعتبار الثقافه تبعنا بتقول زيوان البلد ولا حنطة جلب. والاتراك باعتبار قريبين ثقافيا لنا بينطبق عليهم المثل مقارنه بالاوروبيات او الاوروبيين حسب ما يكون المتزوج رجل او فتاه. ولكن بالنسبة للشاب وللشابة الأساس هو التفاهم. إنه يكون هذا الزواج قائم على تفاهم ورغبة بإنشاء أسرة وعيش مشترك، باعتبار بالمفهوم السوري الزواج لازم يكون أسرة وصهر ونسب. هيك بالاجتماع السوري. أما إذا كان زواج قائم لتلبية رغبات ومصالح آنية أو عابرة على حساب الطرف الآخر اللي هو بهالحالة الطرف الأضعف هو البنت أو الشاب السوري، فلا يعتبر بيعطي نتائج غير إيجابية. ولكن بشكل عام أحد أهم
أساليب الاندماج، أو خليني أقول مو هو مدخل للاندماج، نحن مؤشر على الاندماج إنه يصير في زواج. نعم نعم. طبعاً يعني هذا الموضوع ما نجدد، يعني المصاهرة كانت حتى ما قبل الثورة، بس يمكن هلأ زادت أكثر وعددها زاد أكثر مع قدوم السوريين إلى تركيا. هذا صحيح، ولكن كان قائم بناء على علاقات قرابة بين الحدود، باعتبار العشائر على طرفي الحدود في عنا عشائر مشتركة عربية وكردية وتركمانية على طرفي الحدود. صحيح، ولكن نحن هلا معنا تجربتين، يعني تجربتين حياتين عن حول هذا الموضوع. سوزان مساء الخير عن جديد. مساء النور، اهلا وسهلا، يسعد مساكم. اذا ممكن تحكي لنا عن تجربتك بالزواج من شخص تركي، وهل استطعتي التأقلم فورا؟ الحمد لله رب العالمين، تجربتي هي كثير ناجحه. عنوان الاتفاق، الاتفاق تفاهم، الحمد لله، يعني ما في اي شيء معكر صفو حياتنا. هل أنتم من بيئة اجتماعية واحدة؟ يعني مثلاً إذا بدنا نحكي التعليم أو العمل؟ لا، في اختلاف. أنا من ناحية التعليم أعلى مستوى ثقافي من زوجي. هو لا، هو بس متخرج بكالوريا، بس ممارس الهندسة أو التعمير مثل ما بيقولوا، يعني دراسة بس، ما يعني ما متخرج فيها بس ممارس. طيب مدام سوزان، يعني أنت تأقلمتي فورا مع زواجك، يعني ولا كان في صعوبات بالبداية؟ هلا أكيد ما فورا تأقلمت، بس كمان ما مو لدرجة إني سميها صعوبة. طبعا هم بيت حماي أو زوجي ما جبروني على أي شيء بالغصب. أنا كله يعني أنا شيء حبيته مشيت فيه، ما حبيته تركته. أنا لأني بحب الأتراك وبحب عاداتهم فتمسكت فيها أغلبية، خلينا نقول. وما جبروني مثل ما قلت سابقا، ما جبروني على أي شيء، لا كلبس، لا كعادات، لا كأكل، ولا أي شيء. طيب شو أكثر العادات اللي شفتيها بتختلف عن عاداتنا السورية؟ هلا في عادات مختلفة، بس مثل ما قلت لك أنا بحب هاي العادات، مثل فتأقلمتي يعني معها. عفوا الصوت كثير ضعيف. تأقلمتي معها، نعم. رح نرجع لك، ابقي معنا سوزان لو سمحتي. رح أنتقل عندك علي، يعني أنت تزوجت من فتاة تركية كانت نتيجة علاقة حب، كيف اليوم تقبل عائلة زوجتك للموضوع؟ بحكم أنه عائلة زوجتك هي تركية، كيف كان تقبلها أنه هي تزوجت حدا بتحبه سوري؟ نعم. هلا اول شيء يسعد مساكم. مساء النور. ثاني شغله انه ما في بهالاوقات ما في حاله جاهزه الا ما يكون فيها صعوبه من الاهل من الشخصين. اول شغله الاهل كانوا مصعبين الامر، انه كيف واحد اجنبي نحن كيف حنسال عليه، كيف حنشوفه، يعني كيف نسال؟ بتعرفوا نحن عنا العادات انه بيسالوا عن الاهل، انه هي العائله منيحه ما هي منيحه، وهن هي الصعوبه اللي لاقوها، انه نحن هالشخص كيف حنسال عليه؟ شو وضعه، شو وضعه الثقافي، شو وضعه المدني، شو وضعه الاهلي؟ فما لقوا اجابات لاسئلتهم. فنحن رحنا عده مرات، قعدنا حكينا، تعرفنا على العائله، حكينا لهم طبعا بمداخلات اتراك، يعني اصدقائنا، اصدقاء العائله طلعوا معنا، راحوا شفنا حكينا، صار عندهم شويه ثقه، بما انه كانوا خايفين. انه اول شيء، اول ما قلت لهم بنتهم انه بده يتقدم لواحد سوري، شاب سوري، هم ستوب، انه شو صار، انه ما فيهم يعني ما تقبلوا الموضوع. بعدين شوي شوي مثل ما قلت لكم، وقت تدخل شخص تركي وقال لهم انه هذا الشخص هيك هيك نحن بنعرفه، صار في شويه ثقه بين الطرفين، والحمد لله. يعني علاقه حب 3 سنين، بعدين تزوجنا ب 2016، والحمد لله صرنا 3 سنين متزوجين وعندنا ولدين بوسعيد. الله يخلي لك اياهم يا رب. الله يخلي لك اياهم. طيب اذا بدنا نحكي عن موضوع اللغه، هل برايك اللغه كانت عائق امام علاقتكم؟ خاصه يعني انت وبيت حماه كيف كنتوا تتفاهموا، او انت لغتك جيده؟ نعم، انا هلا بالبدايه وقت اللي جيت كانت لغتي بسيطه، يعني في انتاج عندي اساس قديم، كملته هون بتركيا على اتقان، وكانت معاملتي باول فتره كلها مع الاتراك، يعني مجبور اني اتعلم تركي لاقدر اقطع وضعي. ف
فبعدين يعني اتجهت باللكنه، يعني اللكنه انه ضبط اللكنه ما يعرفوك اجنبي. الحمد لله كله توب، يعني عندي اللغه الحمد لله احسن من لغتي العربيه فيني اقول، لان جد كثير تعبت فيها الحمد لله باللغة ما في أي. طيب من خلال المحيط يعني الخاص فيك، يعني بما أنه أنت محيطك غالبيته أتراك، فكيف بينظروا للشاب السوري في حال حاب يتقدم لصبية سورية؟ هل في تقبل بشكل عام للفكرة أو في رفض؟ لا ما في تقبل، رفض. يعني أنا وقت اللي مثلا بنروح على دوائر الحكومية لنعمل شغلة بيستغربوا بيسألوا ولا زوجتي أنه كيف أنت قبلتي زوجة ايه، فانا حبيته يعني كيف واحد يعني بني ادم مثلي مثله تماما، مع انه الشباب السوريين معروفين يعني بتفوقهم وبوسامتهم وبقدرتهم على التاقلم بكل المجتمعات. ابقى معنا لو سمحت، مكملين معك. استاذ صفوان، شو تعليقك على الموضوع؟ هذا أقل من عادي يعني بالنسبة للي سألته عن حاجز اللغة. هذا بالسنة الأولى الثانية، هلأ معظم جاليتنا لغتها مقبولة، اللي الطلبة تبعوتنا ما في تقفرهم عن الطلبة الأتراك نهائيا بجودة اللغة تبعهم. العادات والتقاليد ما في أي مشكلة، يعني ممكن بحالات كتير خاصة في كيفية التعامل مع بين الحماية والكنة وإلى آخره، يعني بشغلات كتير نعمة، بالشغلات الرئيسية ما في أي خلاف. وبالتالي المشكلة هي مشكلة وجهة اجتماعية اللي هي موجودة عندنا بسوريا. يعني بسوريا إذا واحد ممكن تشكل هي عائقا أمام الزوجين والأولاد، ممكن حتى بتواصل بين الأولاد، يعني إذا كان مثلا الأب سوري، إذا كان الأب سوري مثلا، فالأولاد بالأخير لما أحي مثلا بده يحكوا مع جده ممكن ما يتعلموا بس اللغة التركية، ممكن أنه ما يتعلموا اللغة العربية، هل رح يكون بالمستقبل كمان عائق بموضوع المجال الاجتماعي؟ الأطفال إذا حرصوا الآباء على تعليمهم اللغتين هذا ممكن. يعني عندنا نحن جالية سابقة بنعرفها قبل الأحداث الثورة السورية وهجرة السوريين، كان عندنا جالية سورية عايشة بتركيا ورجعت أخذوا أولادهم وراحوا على سوريا، والعكس صحيح. ما كانت الأولاد عم يجيدوا اللغتين بدون أي مشكلة. هلأ إذا ما في موقف عدائي شوفيني تجاه لغة الآخر عند الأطفال ما في أي مشكلة، إذا ما صار في تقصد بانه يحرصوا على انه يكونوا وحيدين اللغه، ما في مشكله بانه يكون في لغتين، راح يتقنوا اللغتين ببساطه وسهوله شديده. وانا ما بعتقد انه راح يكون في مشكله، لانه اذا لو في مشكله ليش تزوجوا؟ كانوا ما تزوجوا. ممكن اجتماعيا يصير بعض المشاكل، ولكن ايضا ما راح يصير بتركيا، لأنه العربي لغة محبوبة ولغة القرآن، وبالتالي الأتراك ما في إمكانية أنهم يكرهوها للغة العربية، لأنه هم بيشجعوا أولادهم يدرسوا عربي. صحيح، ولكن يعني إضافة، عفوا اسمح لي أستاذ صفوان، إضافة للكلام اللي عم تذكره حضرتك، ولكن إذا بدنا نطلع على النسب، نسبة السوريات المتزوجات من أتراك هي أعلى بكثير من نسبة السوريين المتزوجون أو المتزوجين من تركيا، ما السبب يعني؟ نعم. رغم أنه الحكي اللي ذكرته أو اللغة وغيرها والعادات هي نفسها يعني. إيه بس هوني في مؤشر لشيء آخر، لشيء له علاقة بالمكانة الاجتماعية واستسهال الزواج بالسورية، واعتبار الزواج بالسورية ما هو زواج أصيل وإنما ترميم لزواج سابق بكثير من الحالات. يعني نحن إذا ما شفنا النسبة قد بعضها، مثلا نحن هلأ بالإحصائية الرسمية التركية تبع 2015 و16 و17 و18 ما ارتفعوا نسبة بمجموع الذكور للإناث المتزوجين بأتراك، يعني سوريين من أتراك وسوريات من سوريات من أتراك وسوريين من تركيا، نسبة الذكور للإناث
اقل من 10%. استاذ صفوان، هي مؤسسه الاحصاء التركيه صرحت انه عدد الشباب السوريين المتزوجين هي 8.5، اما بالنسبه للسوريات فهي 19.4. 8.5 بالنسبه للمتزوجين من الاجانب، نحن ما بدنا هي، نحن نسبه السوريين للسوريات المتزوجين بالاجانب هدول بال10%. اما انت عم بتحكي على نسبه السوريين كنسبه تركيه، نعم الاتراك بالنسبه للتركيات، نعم يعني نسبتنا بالنسبه نسبه السوريين المتزوجين تركيات بالنسبه للتركيات المتزوجين اجانب نسبتنا 8.5%، وهي هي النسبه الثانيه، هي المرتبه الثانيه يعني فيما يخص زواج الاجانب. بعض الالماني، ليش الالماني؟ لانه هن اساسا بيكون جذورهم تركية، انه هذا يعني انه تركي بس نسيته، بس نسيته الماني، نعم مو ألماني جرماني، صحيح هذا ألماني. ابقى معنا أستاذ، مكملين معكم ضيوفنا وأيضا مشاهدينا نقاشنا، ولكن بعد ما نشوف هذا الانفوغراف. بيرجع لعندك مدام سوزان، يعني اليوم شو بيميز الشاب التركي عن السوري؟ يعني ولا هو الموضوع صار معك هو قسمه ونصيب مثل ما بيقولوا؟ هلا هي اكيد قصه قسمه ونصيب، بس لا يعني انا هذا كان اختياري، لانه يعني كان يجيني خطابين سوريين واتراك، لا بس اختياري هو الزواج من تركي، وعن يعني سابق. ليش اخترتي التركي؟ أنا كنت مخطوبة لشاب سوري وما صار نصيب، فصار مقارنات، يعني لما شفت معاملة التركي ولما شفت معاملة السوري فصار مقارنات. المعاملة من أي ناحية سوزان؟ من كل شيء، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الأسرية، من ناحية تقدير المرأة، من ناحية التفاهم، من ناحية مشاركة رأي للمرأة. يعني طيب انا حابب اسالك سؤال، دخل يعني اعمل كثير تفاصيل لانه راح يصير اكيد راح يصير هجوم كثير من قبل شبابنا السوريين. طيب بدي اسالك سؤال هيك تجاوبيني عليه بسرعه لو سمحتي، بالنسبه لعامل اللغه اللي كنا عم نحكي فيه، ما بتلاحظي يعني قد ما ارتفعت نسبه اتقانك للغه التركيه في تفاصيل ما بتقدري توصليها لزوجك كما انه لو كانت باللغه العربيه؟ لا انا لانه الحمد لله متضلعه باللغه التركيه، هذا اولا. ثانيا يعني قد ما كان في شغلات صعبه يعني لدرجه اني بقدر لو شرحها افهم علي شو هي. طيب ما في عائق بيني وبينه ابدا. طيب. علي لو سمحت، اذا بدنا نحكي عن العادات والتقاليد بالزواج التركي، لاي حد بتشابه؟ انت تزوجت على عادات وتقاليد سوريه ام التركيه؟ اول شيء تركيا، مجبور تركيا، القانون بتركيا، بدها تلحق المرأة بالنتيجة. تمام، شو حسيت في اختلاف عن عاداتنا السورية بما يخص الزواج، المهر، هاي الأمور كلها يعطي؟ الله هون ما عنده شيء مهر مقدم ومؤخر، بالوسط كل شيء متوسط الأمر يعني. يمكن بيكون أريح ما هيك؟ بيكون أريح من السوري، السوري بده مهر أكثر. طبعاً عنه بتشرطوا كثير السوريين هنيك. فهون ما في يعني هي حياة مشتركة فعليا، إذا بتطلعوا على الواقع هي أفضل من عندنا. ليه؟ لأن حياة مشتركة تشاركية. يعني الطرفين عم بيأسس بيت، فهمتي كيف؟ ما هو إنه الطرف إنه حامل العتق كله الله، يعني أنا لو سورية مثلا عندنا هنيك ما فيني كنت تتجوز، بس هون بما إنه بالمقابل هلا ما في عادات كثير. بس يمكن تغير الوضع كمان حتى بالنسبة للسوريين، يعني كمان صار في الموضوع تشاركي، يعني مو مثل قبل. نعم 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 صح، موجودة موجودة مثل قبل، بس بالنسبة لعادات يعني ما عندهم شغلة الصباحية مثل ما عندنا مثلا، انه بحتفلوا فيها وبتصير شغلة كبيرة، عندهم شيء طبيعي ثاني يوم اي شيء. بس عندنا هون بعنتاب ببعثوا الكتمار، هو اللي بيجي
اذا بتعرف ما بعرف اللي بقلب الفستق انه لاهل العروس انه هيدي الصيغه الصباحيه بس. بالنسبه لفترات الزواج يعني نحن عائله والدي يعني كانت تمام تشابه الاتراك، يعني مثلا العرس بيكون مختلط عنا بسوريا، حتى بسوريا مختلط بالمدن يعني عنا ما بحلب في مختلط. بالنسبة للمهر مثل ما حكينا يعني انه الطرفين، فالعادات ما كتير مختلفة مثل ما حكى استاذ صفوان، يعني هدول الشغلات التفاصيل البسيطة متشابهة. نعم سوزان، انت عندك جروب فيه تقريبا 28 ألف فتاة سورية تقولين انهن متزوجات من اتراك، من خلال المشاركات على هالجروب شو اكثر الايجابيات والسلبيات اللي بيذكروها المشاركات؟ خلينا نبدا بالايجابيات. اول شيء بس بحب صحح معلوماتكم انه مو بس سوريات، لا في عربيات يعني من جميع البلدان متزوجات من اتراك. نعم لكن النسبة الأكبر والغالبية هي سوريات بحكم الوجود السوري الأكبر في تركيا. أكيد أكيد ويعني 28 ألف بس مو الكل، مو 28 ألف يعني العدد هذول كلهم متزوجات أتراك، لا في يعني متابعين نص نص المتابعين أكيد 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 لحتى يتزوجوا أتراك، لحتى يشوفوا حياتنا، لحتى يشوفوا عاداتنا. فلما يجيهم هن عرسان أتراك بيسألونا بيستشيرونا. الإيجابيات عن العادات عن التقاليد عن التوعية أكثر شيء، والترجمة وتعليم اللغة. مثل ما ذكرت التوعية هي أهم شيء، إنه إذا إجاك عريس لا لا أنا عفوا أنا لم أقصد ما هي إيجابيات الجروب، أقصد ما هي الإيجابيات التي يعني يذكرها المشتركات عندك من خلال تجربتهم بالزواج مع أتراك، ايجابيات الزواج التركي اقصد. طيب ايجابيات الزواج التركي انه ما عمل اي اختلاف بين العادات او التقاليد او اي شيء، ويعني اذا بدي اعمل احصائيه بالجروب فانا عاملتها من قبل بكثير، فنسبه الزواج الناجح اكثر من الفاشل بكثير. ونسبه الزواج الفاشل هي اما بتكون لانه ساكنه البنت مع حماتها، يا اما بسبب صعوبه اللغه او جهل العادات والتقاليد او جهل القوانين. وبالنسبة للسلبيات؟ السلبيات هي مثل ما ذكرت انه مثلا ساكنه مع بيت حماها، زوجها عم بهينها، زوجها عم بيضربها، زوجها اخذها للخدمه، زوجها تزوجها وما لها خبر انه هي كزوجه ثانيه، انه غدرها او خدعها، او هي قبلت بالبدايه كامام بس انه كتاب عند شيخ. لانه لا تسجل في تركيا يعني الزوجه الثانيه. نعم؟ لا تسجل في تركيا الزوجه الثانيه. أكيد لا تسجل، بس مثل ما قلنا هدول لهم زمان فوق الخمس سنين ما كان موجود الجروب وما كان في توعية لا نشر ولا ثقافة. بالعودة إليك أستاذ صفوان يعني طيب بالعودة لك أستاذ صفوان، يعني هل يعتبر ارتفاع نسبة الزيجات بين السوريين والأتراك هو عامل يعني اندماج مهم ودليل عنا هناك تقبل للسوريين في تركيا بعيدا عن عالم السياسة وحتى تقلباتها؟ هل يعتبر ارتفاع نسبة الزواج؟ هيك كان السؤال، كأني ما سمعت منيح. نعم هل يعتبر ارتفاع نسبة الزواج بين السوريين والأتراك هو عامل اندماج وعامل بدل أنه في تقارب سوري تركي؟ نعم هو أحد أكبر المؤشرات على أنه الاندماج صار. الاندماج أهم مؤشرين فيه هو زواج ناجح وعمل ناجح. وزواج السوريين والسوريات من أتراك وتركيات هذا دليل أنه الاندماج مقبول وعم يمشي لقدام. المشكلة فقط بأنه نسبة الشباب للبنات المتزوجين بأتراك لساتها منخفضة ولساتها بتشير يعني وجود 10% فقط لساتها بتشير إلى أنه البنت التركية اللي عم تتزوج تركي، البنت السورية اللي عم تتزوج تركي في حالة من الاستضعاف، في حالة من الاستخفاف أو من التخفف من النفقات.
وكثير اوقات عم بيكون لترميم زواج سابق. يعني فينا نقول انه يعني زواج الشباب السوريين من الاتراك بيكون عن حب يعني، اما بالنسبه للنساء حتكون في ممكن امور اجتماعيه او ظروف اخرى. فينا نقول هيك، كله ممكن يكون عن حب، بس عوامل الضغط اللي خلت البنت تتزوج وبينما الولد ما حسن يتزوج او ما رغب بالحالتين، دليل انه في استضعاف باعتبار هو العنصر الضعيف. وصلت الفكره استاذ صفوان. يعني كمان ما فينا نعمم استاذ صفوان هي الحاله، يعني كمان في اتراك يعني مثل ما ذكرت يعني بيتجهوا للبنت السورية يمكن لأمور أخرى، يمكن هي يعني ما فينا نقول إنه هي ما فينا نعمم البنت التركية يعني. شوي بتكون أقوى من السورية يعني بالشخصية، ففي في ناس بتحب هذاك النوع من الشخصية. خلينا نرجع شوي لعلي. بده تدقيق. نعم صحيح. وبيخوف صحيح. إذا ما تعدلت النسبة بتخوف، لأنه النسبة كبيرة، فرق كبير. صحيح. من 90 لعشرة فرق كبير. معناتها في مشكلة. نعم. ابقى معنا لو سمحت. رح انتقل للأستاذ علي. بنصيحة أخيرة من حضرتك لأي شاب مقبل على زواج من فتاة سورية، شو النصائح اللي تركيا عفوا شو النصائح لضمان عدم الشعور بالاغتراب في العلاقة؟ يعني النصيحة بالنسبة للسوريين الشباب، يعني أول شيء يعني البنت التركية ما فيك تضغطها، إذا ضغطها يعني بتأثر إنه عم نسمع أخبار إنه عم بيعجزها وما أدري شو، فهمت كيف؟ يعني أنا الأسبوع الماضي سمعت خبر حاطينه على الفيسبوك إنه شاب سوري عم بيعاجز بنت تركية، هذا جوز ما قصده إنه يعاجزها، هو ما ناوي إنه مع إنه يحبها أو شيء. بس الضغط الزائد على بنات الأتراك مثل يعني قنبلة ناطرة تطق فورا، يعني إلا ما تكون حالة المنزلية ما حدا بيعرف كيف يعني. فالنصيحة أنه على راحته، أنه ريلاكس كل شيء ريلاكس. يعني بتيجي اسم بالنتيجة كل شيء اسمه نصيب. طبعاً على شيء. هي النصيحة اللي بتمناها من كل الشعب السوري. بدي ارجع لعندك مدام سوزان، يعني بدي كمان منك نصيحه للبنوتات السوريات المقبلات على الزواج من تركيا حتى تكون يعني كنسبه تكون ان شاء الله تكون زواج ناجح يا رب بحقهم. اول شيء بس تعقيب كثير صغير على كلام الاستاذ صفوان يلي قال انه استخفاف، انا هي الكلمه ابدا ما بسمح فيها، لانه هن شافوا بالنسبه وليس استخفاف والنظافه والشطاره والذكاء والفهم، ابدا ما استخفوا فينا. انا من اللي الناس اللي انطلب علي المهر من 100,000 ل 300,000 وهذا مثل البنت التركيه، وبدل العرس عملت عرسين. بس سوزان يعني احنا حكينا عن نسبه وليس تعميم. ما في طلباتنا معقوله بس ما اكثر، البنت التركيه مبالغه بطلباتها طبعا لانها بتشارك بنص تجهيز البيت، لذلك طلباتها اكثر. نحن ما شاركنا باي شيء، اجينا على البارد المستريح مدللات معززات مكرمات مثل المراء وزياده. خلينا نرجع هلا شوي على بموضوعنا لانه انتهى وقتنا، حكينا شويه نصائح للبنوتات السوريات. استاذ صفوان اذا انت كلياتهم هاي ارقام سوزان احصائيات نحن تجارب. هو حكى عن نسبه سوزان، يعني هو عم يحكي عن نسبه وما عم ما حتى لو كانت نسبه، حتى لو كانت نسبه هو مجرد ارقام، نحن تجارب يعني نحن في اي تجربه بالدنيا سوزان في شيء بيكون نسبه سلبيه وبتكون ايجابيه. خلينا نشوف راي العالم حول سؤال حلقه اليوم مع ايهم. سوزان في تجارب صارت استغلاليه، انا ما بنكر هذا الشيء، بس اما انه يقول سبب ضعف ضاله النسبه لانه استخفاف بالبنت السوريه هو ابدا ما هيك. أنا حالياً هو أكيد 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 ما في استخفاف بنت السورية، يعني أكيد نحن هاي قناتنا سورية وأكيد نحن بنتمنى الخير للسوريات كلهم. زوجة تركي مبسوطة مع زوجها، وزوجة التركي مبسوط منها دغري بيقول له مشان الله دور لي على بنت سورية، أنا كمان بدي أرتاح. أنا سوزان أنا كمان حكيت فكرة إنه فعلاً في نسبة من الأتراك يفضلون الزواج بسوريات لأسباب عدة، إنه البنت السورية أكيد شاطرة. سوزان وصلت الفكرة تبعيتك. في كثير من التعليقات
في كثير من التعليقات حول هذا الموضوع، يعني أغلب التعليقات عم تقول أنه إذا البنات السوريات زوجوا أتراك نحن مين بدنا نتزوج، و معهم حق الشباب تماما الشباب السوريين. النسبة الثانية عم تقول يعني في حال يعني نفس الشيء انه نسبة الشباب او البنات السوريات بتختلف بتركيا، يمكن كمان هذا بيؤدي الى تبادل الادوار. بدنا نشكركم ضيوفنا جميعا. ناخذ تعليق من صفوان. استاذ صفوان، تعليق اخير لك. انا وقت اللي قصدت قلت استخفاف بالنفقات، وهذه اكيد باعتبار انه على البنت التركيه عليها تجيب غرفه النوم وغرفه والمطبخ وغرفه الاستقبال على الرجل، يعني عليها نفقات كبيره بالتقليد التركي. انا بعرف هالشيء، وبالتالي تخفف من النفقات، وهذا عادي انه يكون في هذا الشيء. وما قصدت انه استخف فيها، لانه لو استخف فيها كبنت ما كان حبها. اكيد وصلت فكرتك استاذ صفوان، يعني هو كانت نسبه، اكيد ما فينا نعمم باي قاعده او حكي بنحكي. نشكرك اكيد كنت معنا الباحث الاجتماعي صفوان وشلي من اسطنبول، ومن مرسين سوزان اويناك سوريا متزوجه من تركي، ومن مدينة غازي عنتاب التركية علي حريرو شاب سوري متزوج من فتاة تركية. شكرا لكم جميعا. فاصل ورجعين.